ما لك بطويلة. لما بدأ البشر بالكتابة بدأت اللغات تتوثق أكثر، وصار من السهل تعرف كيف تحرك وكيف تغيرت هذه اللغات وفق الطريقة اللي كنا نقولكم عليها، العزلة اللي يطلع منها لهجات، ثم يجي جيل ثاني يخلق من هذه اللهجات لغات جديدة تكون مشتقة من اللغة القديمة. إذن هذا يقول لنا أن اللغات بينها نسب، وفي لغة أم وأخت ويشكلون عائلة سعيدة. مثل وشو؟ مثل اللغة السامية الأم. اللغة السامية هي اللي تفرعت منها وشو؟ اللغة العربية، العبرية، الأثيوبية، والأكادية، والأرامية، والأقاريتية. هذه اللغات فيها تشابه كثير من الكلمات. مثلا في العربية سلام، في العبرية شالوم، في الأثيوبية سلام، في الأكادية شالومو. كثير منكم شاف هذا المقطع بين داود حسين وحسن البلام. مرحبا. شنو الأحلام؟ شو هطويلة مرحبا. شنو الأحلام؟ مرحبا يرحمك الله. لا أبوي أقول لك مرحبا. على فكرة هذا المقطع اللي تشوفونه الساخر مقطع فيه إشارات مهمة لواحدة من أهم أسباب تغيير اللغات، واللي هو شو؟ عامل الكسل عند البشر. الناس ما لها خلق تتكلم وتسوي جمل طويلة عشان توصل للهدف. لذلك بعطيكم أمثلة قريبة منا ومهو بعيدة. العرب الأوائل كانوا يقولون أي شيء تريد، بينما في اللهجات المنطوقة وش صارت؟ وش تبي؟ أي شيء تريد؟ وش تبي؟ بعدين تحولت إلى اش تبي؟ لا تستبعد الجيل الجاي يحرفونها إلى شتب. أنا أعتقد أنه ممكن الإنسان يختصر أكثر وأكثر إلى أن يصل لجمل مختصرة جدا. العقبالك عند العرب مش أصبحت تسمى؟ نعم عقبالك. وهكذا من الاختصارات اللي سببها الكسل عند البشر. وش صار لما جات الأجهزة الذكية؟ راح تأثر هذه على لغة الناس بشكل غير مسبوق، وراح تدمر باعتقادي عنصر مهم من عناصر تشكيل اللغات الجديدة، اللي هو شو؟ اللي هي العزلة. سابقاً المجتمعات كانت معتزلة، وكل مجتمع بعيد الآخر وما بينهم تواصل، لذلك كل مجتمع طلع لغة جديدة. في السعودية مثلاً اللهجة البيضاء ازدادت بروزاً عند الجيل الحالي أكثر من السابق. فتشوف واحد غامدي يسولف مع شمري، معهم واحد من أهل جدة، وحساوي، كلهم يسولفون بلهجة سعودية بيضاء. هذا الاحتكاك بيخلي الأجيال الجاية تولد وهي تسولف بهذه الطريقة، لهجة بيضاء أو لهجة مختلفة جديدة أوجدوها الأجيال الجديدة.